السلام عليكم وأهلا بكم في فيديو جديد على قناتكم Software بالعربي. قبل كل شيء هناك تنويه بسيط، هذا الفيديو مخصص للآباء فقط أو الأشخاص الذين يريدون حماية عائلاتهم الصغيرة عن طريق مراقبة أجهزتهم الذكية. أما الأشخاص الذين يبحثون عن التجسس على هواتف غيرهم فهذا الفيديو لن يخدمهم للأسف، والسبب ستكتشفونه أثناء الشرح. لذا قبل أن نبدأ في شرح تثبيت التطبيق وكيفية مراقبته، اشتركوا في القناة إذا كنتم غير مشتركين ودعموا هذا الفيديو بلايك حتى ينتشر أكثر وأكثر ويستفيد الآخرون. ولننطلق في الشرح. أولا سنقوم بتثبيت التطبيق على هاتف الابن أو الهاتف الذي نريد مراقبته. سندخل على الموقع الرسمي، تركت لكم الموقع في صندوق الوصف. سنقوم بالدخول إلى هذا المربع في الأعلى بهذا الشكل ونقوم بعمل sign up، وهنا سندخل الإيميل الخاص بنا ثم نقوم بكتابة الباسورد، ثم بعد ذلك سنؤكد الباسورد، وبعدها سنقوم بالضغط على هذه العلامة I agree، ثم نقوم بعمل sign up. أنا سبق لي وأن أنشأت حساب، سأقوم بالدخول مباشرة عبر هذه اللوج إن. وهو دخل الحساب، والآن بعد الدخول إلى الحساب سترون مجموعة من التطبيقات الخاصة بهذه الشركة. كما ترون Kids Guard for iOS، هذه النسخة خاصة بهواتف الآيفون. لدينا Kids Guard for Android، ولدينا مجموعة من التطبيقات الخاصة بهذه الشركة. وجميع هذه التطبيقات كما ترون تحتاج إلى اشتراك شهري، وهذه النقطة التي قلتها في بداية الفيديو بأن من يحاول التجسس فقط فلن يساعده الأمر. أما الآباء الذين يريدون حماية أبنائهم فيمكنهم الاشتراك ببساطة، لأن هذا سيفيدهم وسيفيد أبنائهم. أنا كما ترون لا تظهر عندي علامة الشراء لأنني فعلا اشتريت نسخة الاي او اس واشتريت أيضا نسخة الاندرويد، لأن التطبيق هذا ممتاز جدا. فمثلا هذه التطبيقات مثل Kids World for iCloud أو for WhatsApp لم أشتريها كما ترون، علي شراؤها. فلنلقي نظرة على سعر الاشتراك الشهري الخاص ب Kids World for Android. الاشتراك بسعر ممتاز جدا كما ترون، لدينا اشتراك شهر واحد بسعر 29 دولار واشتراك العام بسعر 99 دولار، يعني كلما اشتركت أشهر أكثر ستكون في فائدة أكبر. والآن بعدما قمتم بالاشتراك في تطبيق Kids Guard الخاص بالآي أو إس أو الخاص بالأندرويد، ستظهر لكم هذه الثلاث خيارات مثلي تماما ولن تظهر لكم علامة الشراء بهذا الشكل. الآن ستقومون بالضغط على Set Up Guide بهذا الشكل، ثم تنزلون إلى الأسفل وستقفون عند هذه ستيب 1 وتقومون بنسخ هذا الرابط بهذا الشكل كوبي، وتقومون بوضعه في خانة البحث بهذا الشكل لصقه، وسينقلنا إلى رابط التحميل كما ترون. سنقوم بسحب هذه من اليسار إلى اليمين، وبعدها سنضغط على أوكي ويبدأ التحميل. حجم التطبيق فقط 17 ميجا. بعد انتهاء التحميل سيظهر لكم التطبيق بهذا الشكل، يعني بعلامة الأندرويد. بعد انتهاء التحميل سيظهر لكم بهذا الشكل. سنقوم بتثبيت التطبيق، وهنا سنقوم بإعطائه بعض الصلاحيات لأنه سيكون يعني تطبيق مراقب للجهاز. سنقوم بعمل دون بهذا الشكل ونرجع إلى الواجهة، سنجده هنا، ها هو Kids Guard Pro، ونقوم بالدخول إليه بهذا الشكل. سنقوم بعمل Agree ونقوم بإدخال نفس الإيميل أو نفس الحساب الذي اشتريتم به التطبيق، وهنا سنكتب اسم الابن مثلا أحمد بهذا الشكل، وعمر الابن مثلا 9 سنوات، ثم نقوم بعمل Next، نقوم بعمل Yes، وسنعطيه هذه الخاصية Allow Display Over App. الآن سنقوم بإزالة Google Protection بهذا الشكل، هناك نقطة نسيت أن أذكرها، يفضل إلغاء حماية جوجل بلاي قبل تثبيت التطبيق، لأن جوجل بلاي في بعض المرات لا يسمح بتثبيت التطبيق لطالما أنه تطبيق تجسس على الجهاز. سنقوم بالعودة بهذا الشكل ونقوم بعمل Already Set Yes، ثم نقوم بعمل Proceed to Setting حتى نعطيه هذه الخاصية أيضا بهذا الشكل. سنقوم بعمل OK Apply بهذا الشكل، ثم نعود مرة ثانية ونقوم بعمل Proceed Settings حتى نعطيه الخاصية الأخرى. سنقوم بالنزول
وها هو اسم التطبيق، يعني سيأتي باسم يعني مخادع System Update Service، حتى لا يظهر للطفل في الواجهة ويعرف بأن أبويه يعني يتجسسون عليه. سنقوم بالدخول إلى التطبيق ونعطيه هذه الخاصية أيضا. سننتظر ونقوم بعمل Accept، ثم نعود مرة ثانية ونقوم بعمل Proceed to Settings حتى نعطيه هذه الخاصية الأخرى. هنا سنقوم بعمل التطبيق يعني كأنه مسؤول like an administrator. سنقوم بعمل accept ثم نعود، والآن سنقوم بعمل activate the device admin app بهذا الشكل، ونقوم بعمل next ثم next. بما أنه تطبيق تجسس يعني سيأخذ صلاحيات عديدة في الجهاز، ثم accept بهذا الشكل. start now. سنعطيه هذه الخاصية أيضا، ونقوم بعمل Auto Run حتى يقوم التطبيق بالاشتغال بمجرد اشتغال الجهاز، Auto Start بهذا الشكل. ثم نعود ثم نقوم ب All Set Ready، ثم نقوم ب Already Set Yes OK بهذا الشكل. والآن التطبيق جاهز للعمل في الجهاز وجاهز للتجسس على الجهاز. كما ترون ستلاحظون بأن التطبيق قد اختفى من الواجهة، كما ترون لم يعد التطبيق موجود. والآن انتهينا من الهاتف الذي نريد مراقبته. التطبيق مثبت الآن على الهاتف وجاهز لمراقبة جميع الأشياء. الآن سننتقل إلى مرحلة المراقبة أو كيف سنراقب الهاتف. سنقوم بالدخول إلى الموقع مرة ثانية من الحاسوب، ونقوم بعمل Sign In بنفس الحساب كذلك. كما ترون بما أننا ثبتنا التطبيق على جهاز أندرويد، فسنلاحظ هنا أن لدينا خيار داشبورد وليس خيار Setup Guide. سنقوم بالدخول على خيار داشبورد بهذا الشكل، وسيعطينا البيانات التي يحملها الهاتف، ما هو اسم الهاتف ونسخة الأندرويد وحالة الواي فاي والجي بي اس وحالة البطارية حتى بالضبط. وأمامنا هذه القائمة الخاصة بالبيانات، هنا يمكننا التجسس على كل شيء يقوم به الهاتف. مثلا لدينا الاتصالات والرسائل، لدينا الكونتاكت، لدينا الصور، وسائل التواصل الاجتماعي فيسبوك، ميسنجر، سناب شات، انستغرام. سنجرب مثلا الاتصالات. كما ترون ها هي الاتصالات التي قام بها الهاتف حديثا. الرسائل مثلا ها هي الرسائل، مثلا الكونتاكت بهذا الشكل، ها هو الكونتاكت الخاص بالهاتف. مثلا سنجرب الدخول الى ميسنجر حتى نقرأ بعض الرسائل. كما ترون ها هي اخر الرسائل التي تم ارسالها. سندخل مثلا على انستغرام مثلا بهذا الشكل، ها هي اخر الرسائل التي تم تبادلها. يعني بفضل هذا التطبيق يمكنك مراقبة الجهاز وكل ما يحدث داخل الجهاز. حتى كما ترون يمكنكم تتبع الجهاز عن طريق هذه الخاصية Location Tracking، بشرط أن يكون الجهاز مشغل للجي بي اس. بالرغم من أن البرنامج هو ليس مجاني يعني مدفوع، هذا صحيح، لكن البرنامج يعطيك ميزات ممتازة جدا. والآن بعدما وصلنا إلى نهاية هذا الفيديو، إذا واجهكم أي مشكل أو لديكم أي استفسار اكتبوا لي في التعليقات، ولنلتقي في الفيديو القادم إن شاء الله.